ورجعنا لحضراتكم بقى عشان نكمل حلقتنا ونروح لاخبار كره القدم المصريه. اتكلمت في الحلقه اللي فاتت عن منتخب مصر الاولمبي وانه بيواجه ازمه في المباريات الوديه، وقلت لكم ان بعد المسافات وتكلفه تذاكر الطيران هتمنع مواجهه امريكا وديا، وكمان هتمنع اي مواجهه محتمله مع منتخبات امريكا الجنوبيه عموما. يعني امبارح خرج المدير الاداري لمنتخب مصر الاولمبي طبعا الاستاذ محمود حرب في تصريحات تلفزيونيه وقال ان منتخب امريكا اعتذر في اخر لحظه، وبالتالي منتخب مصر الاولمبي مش هيخوض اي مباراه وديه خلال معسكر نوفمبر الحالي ده. الحقيقه ان منتخب مصر الاولمبي محتاج اهتمام بشكل كبير من اتحاد الكره، عشان المنتخب ده المفروض انه هينافس على ميداليه في اولمبياد باريس اللي جايه يعني، ولازم يتم اعداده بالشكل القوي جدا اللي بيناسب قوه الفرق اللي هنلعبها في الاولمبياد. اتمنى ان المعسكرات اللي جايه تكون مترتبه بشكل افضل من كده، ويكون في حلول للمباريات الوديه. احنا مش منتخب صغير ومش اسم صغير، ومنتخب اولمبي لمنتخب مصر ده لازم يبقى بيتجهز له كويس قوي. احنا جايبين مدرب اجنبي وجايبين فرقه على اعلى مستوى يعني، وجايبين كل المفروض ان الناس دي لا احنا يعني نقدم بقى مش اداء مشرف في الاولمبيات اللي جايه بقى، ومعانا وقت. ده مش هيحصل غير لما تعمل ماتشات وديه وتستغل كل فتره توقف وتستغل كل الوقت اللي عندك عشان ترتب منتخب كويس. انت عندك اسماء في المنتخب الاولمبي كويسه، عندك محترفين بتجيبهم، عندك كل حاجه، فيعني اتمنى ان احنا نعدي فكره الاداء المشرف والتمثيل المشرف والكلام ده كله، وننافس بقى على اولمبياد باريس. انت المدرب اللي عندك ده واخد اولمبياد قبل كده مع منتخب البرازيل، ومصنف ان هو مميز مع فرق المنتخبات الاولمبيه، فاستغل كل ده، اديله بقى ماتشات وديه بقى، واديله صفره ويلعب في اجواء مختلفه والكلام. ما هو ده، ما هي مش هتيجي غير كده. انت مستني ايه ومعهوش عصايه سحريه بالمناسبه يعني؟ هو لازم يشوف كل اللعيبه اللي في اعمار المنتخب الاولمبي، لازم يبقى عارف هياخد مين 3، يبقى ايه المراكز اللي ناقصها اللي ناقصاه يعني عشان ياخد 3 لعيبه من الفريق الاول. لازم يبقى هو عارف تحضيراته دي مش هتحصل غير بماتشات وديه يا جماعه. ازاي منتخب مصر الاولمبي في فتره توقف وفي معسكر مفيش ماتش ودي؟ ازاي؟ دي ما ينفعش تحصل تاني.